الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، ودائما الجديد في الحصريات الفنية. قبل البداية وكالعادة أترككم مع هذه العناوين. بعد الضجة الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الملك محمد السادس يعطي تعليماته الصارمة للعناية بمرضى كورونا. هل أصيب النجم التركي مهند بفيروس كورونا؟ وفاة بطل مسلسل وادي الذئاب بسبب الفيروس. كيم كارداشيان تستغل كورونا للتسويق لملابسها الداخلية. والآن أترككم مع تفاصيل هذا الفيديو. أصدر جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية بالاعتناء بمرضى كورونا وتوفير التغذية الملائمة بالقدر الكافي. التعليمات الملكية أكدت على منح المرضى وفق طلباتهم ما يرغبون في أكله وفق معدل 3 وجبات في اليوم. وتجرى حاليا تدابير تطبيق التعليمات الملكية لتنزيلها إلى أرض الواقع، إذ نصت على تكليف الشركات بتموين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة حيث يوجد المرضى في حجرات العزل الصحي. ولم تتوقف العناية الملكية بالمصابين بكورونا عند التغذية، بل أعطى تعليماته للمسؤولين العسكريين بتسريح دمج الأطقم الطبية وشبه الطبية التابعة للقوات المسلحة بمساندة الأطقم الطبية المدنية في المستشفيات، وتقديم الدعم والمساعدة لتوفير العناية اللازمة بالمصابين بكوفيد-19 والتخفيف عن الضغط الذي تعانيها الموارد الطبية التابعة لوزارة الصحة. وتعمل الوحدات الطبية العسكرية تحت إشراف مسؤولي المستشفيات العمومية التابعة لوزارة الصحة، كما أشرفت عمليات تشييد مستشفيات عسكرية متنقلة بفضاءات قريبة من المستشفيات العمومية على الانتهاء، وذلك لتدبير المرحلة المقبلة من مواجهة كورونا. هل أصيب النجم التركي مهند بفيروس كورونا؟ شاهد التفاصيل. نقل الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف في العالم العربي بمهند إلى المستشفى في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء 31 مارس 2020 للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا. كيفانش تاتليتوغ كتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أنه نقل إلى المستشفى بسبب شكوك حول ظهور أعراض كورونا عليه، طلب من محبيه عدم القلق مشيرا إلى أنه بانتظار نتائج الفحص، وعلق قائلا: مرحبا بالجميع، لقد كنت في المنزل مع زوجتي لمدة 15 يوما ومع ذلك شعرت ببعض التعب، جعلوني تحت الملاحظة في المستشفى التي جئت إليها، من فضلكم لا تقلقوا علي، أنا بخير وأنا في انتظار نتيجة الاختبار، سأعطيكم باقي المعلومات قريبا، ابقوا بصحة جيدة. وقبل ذلك كان كيفانش تاتليتوغ وزوجته منسقة الأزياء باتشاك ديزر أعلن أنهما سيبقى في منطقة نائية لأسبوعين التزاما بعدم الخروج جراء الفيروس. وقرر تاتليتوغ الذهاب إلى المنزل الذي يمتلكه والموجود في إحدى الغابات القريبة من إسطنبول للبقاء هناك بعيدا عن زحمة المدينة. وفي وقت سابق أمس الثلاثاء أعلنت الصحة التركية تسجيل 46 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214، مضيفة أن أعداد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 13531، في حين وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 243. وفاة بطل مسلسل وادي الذئاب بسبب الفيروس. ق
قال موقع CNN التركي الناطق بالتركية الأربعاء فاتح أبريل 2020 أن الممثل التركي تورهان كايا بطل مسلسل وادي الذئاب والبالغ من العمر 69 عاما توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وفقا لما صرح به ابنه، حيث كان يشكو قبل أيام من السعال الحاد قبل أن تتأكد إصابته بكورونا. نقل إلى غرفة العناية المركزة ولكنه فارق الحياة، كما أفادت صحف تركية بأن الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالممثل الراحل وهم زوجته وابنه وابنته خضعوهم كذلك لفحص كورونا، وجاءت نتائج الفحوصات سلبية، ما جعل الأسرة تزعم أن تورهان أصيب بالفيروس في المستشفى. تورهان كايا اشتهر في العالم العربي بدور أورديناريوس في المسلسل التركي الشهير وادي الذئاب. كيم كارداشيان تستغل كورونا للتسويق لملابسها الداخلية. تواجه نجمة تلفزيون الواقعة الأمريكية كيم كارداشيان انتقادات حادة بسبب سعيها إلى تحقيق أرباح من منتجاتها التجارية بذريعة التبرع لمتضرري فيروس كورونا. قال موقع اي ايس انسايدر ان تبرع كارداشيان كان مرتبطا بالاعلان عن اعادة تجهيز خط ملابسها الداخلية الذي اطلقته من قرابة 6 اشهر، والذي اثار الجدل وحقق اكثر من 2 مليون دولار في دقائق بعد اطلاقه على الانترنت لاول مرة في شتنبر الماضي، ما تسبب في موجة انتقادات بسبب محاولتها تحقيق ارباح من قضية انسانية. وكانت كيم كارداشيان نشرت مراراً صوراً ترويجية لنفسها وهي ترتدي سكيمس، وكتبت في منشور قبل 3 أيام إنه لدعم الأمهات والأطفال المحتاجين. خلال هذا الوقت أعلن أن سكيمس ملتزمة بالتبرع بمليون دولار للأسر المتضررة من كوفيد-19، وتابعت سنعيد تخزين المجموعة التي أطلقناها أولاً، وبذلك سنكون قادرين على المساعدة في إغاثة المتضررين من هذا الوباء. وليس من الواضح ما إذا كان التبرع يعتمد على بيع إعادة التخزين، لكن الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجهوا انتقادات لاذعة لكارداشيان على محاولتها تحقيق أرباح بمبيعات ملابس داخلية في ظل أزمة تفشي كورونا في العالم. كتب أحد المستخدمين: كيم، أنت وعائلتك أغنياء، لماذا تحتاجين إلى جني أرباح من كل شيء؟ إذا كنت تهتمين حقا بالتبرع فما عليك سوى التبرع بمليون دولار. هذا هو السبب في أن الأغنياء يصيبونني بالمرض. لديك الكثير من المال ولكنك لا تريدين أبدا تقديمه لأسباب جيدة، فقط مقابل شراء سلع فاخرة لا معنى لها. وقال آخر: كيم، يمكنك التبرع، أنت من يملك المال للقيام بذلك، توقفي عن محاولة تحقيق الربح، ولا سيما وأنك تعلمين أن الكثير من الناس لا يعملون في الوقت الحالي. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، أقول لكم شكرا على المتابعة، ودائما سنوافيكم بكل ما هو جديد عبر قناتكم الفنية قناة كوكب الفن، فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وكذلك تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل ما هو جديد، وأيضا لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب حتى ترقى القناة نحو الأفضل. إلى هنا أقول لكم شكرا وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.